سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان
إيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت، اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أخلاقنا ونبي قلوبنا يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا وفيروس الكورونا والغلاء والنهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من الفرس والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله في الإسلام، اللهم اختم لنا يا الله في ديننا، اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوانا بها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.